بالنسبة للإيفال اللي جاي، أنتوا بتعرفوا أنه مرق بعالم الغنى بالعالم وبالشرق فرق كتير حلوة، فرق وعملت خضات بالعالم، من البيتلز للبوني أم للأبا لكل هالفرق هيدا. يعني نحن اليوم مسائبين 15 صرته، يعني إذا بدنا نعتبر 3-3 بنعمل 5 فرق. بدنا نعمل 5 فرق، كل فرقة إلى اسمها وإلى الأبياج تبعها، كله ستايل تبعها، شو بيلبسوا، شو بيغنوا، يمكن راب، يمكن عربي، يمكن غربي، يمكن شو الكوز تبعهم، شو لمين بيغنوا، لشو بيغنوا عادة، يعني شو بهمهم، مواضيع أغانيهم عن شو بتحكي. مش أنتوا رح تخترعوا أغاني، بس نقوا أغاني تشبه هل هيدا، وبدكم تعملوا لنا 5-6 دقايق عرض، يعني هالفرقة جاية ونحن عم نحضر، جاية هالفرقة مثلا نحن جايين نحضر حدث عم بيصير، مفتتحته فرقة، اوكي، فرقة حسب الله، اوكي، بتفوت فرقة حسب الله بتقدم اول 5-6 دقايق من هالحدث هيدا، اوكي. بهمني اعرف منكم شو هي الفرقة، شو اسمها، يعني انت بتسالينا شو فرق؟ لا انتو حدا منك يعني انتو شو هي الفرقه، شو اسمكم، قديش لكم بتغنوا، لمين بتغنوا، ليش عملتوا فرقه، بدكم اياه، وفيكم ما تقولوا شيء، بس انا على القليل بدي اعرف شو اسم هالفرقه. طالع على بالي شوف 5 فرق طالعين منكم، بيقدر يكون اسمها مثلا جرين، بتهتم بالبيئه، بيقدر يكون اسمها ما بعرف شو، ما بعرف، ممكن يكون اسمها انيس، ممكن يكون بابا. لا بدكم تعملوا شيء، بدكم تعملوا شيء، فيكم تغنوا مع بعضكم او فيكم تغنوا كل واحد لحاله، فيكم تعملوا حيالله شيء اللي بدكم اياه. بتقدر تكون فرقه تراب، بتقدر تكون فرقه شرقيه، بتقدر تكون فرقه غربيه، بتقدر تكون فرقه تراثيه، بتدبك ما بعرف. بس في مثلا الاشخاص اللي مروا بفرقه بيرجعوا مروا ليعزفوا بس مش ليغنوا معنا، بيوقف بعيد ورا، بيوقف بعيد ورا، بس الفرقه 3، اوكي الى اسم، الى قضيه، 3 اشخاص، كل فرقه 3 اشخاص، الى اسم، الى قضيه، لذيذين مبينين انهم فرقه، منسجمين مع بعضهم، بيسافروا بالبيوس من بلد لبلد، بغنوا مع بعضهم، بيرقصوا، حدا منهم بيرقص، يعني مثلا الفرقة اللي فيها مابال أكيد هي بتكون عم تقدم شو فيها أكتر يمكن من غيرها، التاني عم بغني، بس إنه بدنا نشوف 3 بحالة من الغناء والاستعراض، يعني يكون ما حدا يأكل التاني، يعني التاني إذا واحد واقفك بظلون بتروح عليه. أنا ما رح أعطي حكم على الفرقة كلها، بدي أعطي حكم على كل واحد بهالفرقة. أوكي؟ صعب كتير؟ صعب كتير. ناولو ناولو يلي عمل الإيفال الماضي ما بيعمل هيدا الإيفال؟